تعتزم المديرية العامة للضرائب في المغرب فرض ضريبة على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي مع ارتفاع مداخيلهم إلى مستويات قياسية. ويسود جدل في أوساط المؤثرين المغاربة في ظل غياب قانون يوضح طبيعة الاقتطاع وحجمه والفئة المستهدفة به. نتابع التقرير التالي بعده، نتحدث أكثر عن هذا الموضوع. ناشطون ومنتجو محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يسمون مؤثرين ويفضلون أن تطلق عليهم صفة فنانين وينتجون في مجالات مختلفة. هؤلاء باتوا مدعوين إلى التصريح عن مداخيلهم استعدادا لدفع ضريبة على الأرباح. زياد الفاضلي واحد منهم. هاد الدولة كيفاش غتفرض هاد الضريبة؟ واش غادي يديروا بورسونتاج ولا غادي يديروا مثلا من واحد القدر تل القدر مثلا من 3000 درهم 7000 درهم غادي يكون واحد بورسونتاج، من 7000 درهم ل 20000 درهم واحد بورسونتاج، من 20000 من الفوق واش غادي يكون ان بورسونتاج؟ كيفاش غادي يتعاملوا مع هاد الناس؟ وهاد الناس هادو واش جلسوا معاهم؟ وفي ظل الارتفاع الملحوظ لعدد المؤثرين في المغرب، بدأت إدارة الضرائب الإعداد لفرض ضريبة على الذين بلغت أرباحهم حجما معينا لم يحدد بعد. وكانت لجنة المالية بالبرلمان قد بحثت إمكانية فرض هذا النوع من الضرائب على المحتويات الرقمية دون تحديد الفئة المستهدفة أو حجم الاقتطاع. هذا النوع ديال القرارات كيحقق واحد درجة ديال العدالة الجبائية باش كيوليو المواطنين متساويين أمام القانون، اللي كيدخل شي حاجة كيخلص عليها ما يجب أن يدفعه من ضرائب حسب ما ينص عليه القانون. ويسود جدل وسط المؤثرين المغاربة بشأن الضريبة التي يتوقع أن تفرض عليهم في الأجل المنظور، فبين من يقول إنها تستهدف المحتويات التجارية حصرا وبين من يربطها بعدد المشاهدات، تبقى جميع الاحتمالات واردة. الضريبة على المؤثرين هي نتيجة نقاش انطلق منذ نحو سنة حول فرض رسوم على الإعلانات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى، لكن يبدو أن الجهات الرسمية جادة هذه المرة في استخلاص ضرائب من المؤثرين في ظل معطيات تؤكد ارتفاع مداخيلهم بشكل كبير. عبد الصمد جطيوي، العربي، الرباط. ونرحب معنا من الرباط برشيد أوراز وهو باحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات. أهلا وسهلا بك معنا. إذن سلسلة من الأسئلة العالقة التي لم تجد توضيحا بعد وهي في صلب هذا القرار المرتقب صدوره من قبل المديرية العامة للضرائب. بداية، من هو المؤثر؟ هل حددت المعايير التي ستعرف بالمؤثرين في المغرب؟ أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. طبعا هذا المفهوم المؤثر شيئا ما مثير للجدل. مؤثر كانوا يسمون أن النشطاء الذين ينشطون على وسائل التواصل الاجتماعي بالشركات الكبرى الثلاث، فيسبوك، تويتر وأيضا يوتيوب، يسمون مؤثرين لأنهم يؤثرون على صناع القرار. أحيانا تكون هناك قرارات، قوانين أو مشاريع قوانين لما يتم الحديث عنها في هذه الوسائل التواصل الاجتماعي تجمع الرأي العام حول أشخاص معينين ومن خلالهم يحاولون التأثير في صانع القرار كي يتم مثلا تغيير في ذلك القرار أو أحيانا إيقاف بعض القوانين التي مثلا مرتبطة بالمدونة الرقمية أو بعض المشاريع إلى غير ذلك، لذلك سموا مؤثرين. لكن من يمارس نشاط تجاري أو نشاط مهني ومن خلال هذه الوسائط يقوم بتسويق مثلا منتجات، وهذه ظاهرة جديدة بدأنا نلاحظها في المغرب منذ تقريبا سنتين أو ثلاث سنوات، يعني إشهار لشركات معينة، ماركات عالمية إلى غير ذلك، أعتقد أنه هذا نشاط مهني أكثر منه تأثير، قد يؤثر على زبناء تلك الشركة الذين يشترون ذلك المنتج إلى غير ذلك، لكن ليس مثل التأثير الذي يمارسه النشطاء. بالتالي فشخصيا لا أرى أن لفظ مؤثر يناسب هذه الفئة بالخصوص والتي مستهدفة الآن بهذا القانون الجديد الذي سيدفع، يعني ربما أبعد من المؤثرين، أبعد من المؤثرين. وهنا أسألك، يعني بالنسبة لهذا
هذه الضريبة التي نتحدث عنها، ما نسبتها؟ هل هي تصاعدية؟ وهنا السؤال الأهم، يعني على صلة بما تفضلت به للتو، هل هذه الضريبة ترتبط بعدد المشاهدات المتعلقة بالفيديوهات الخاصة أم ترتبط حكرا بالمحتويات التجارية؟ لا، قواعد الضريبة معروفة بالنسبة للدولة. فالضريبة أولا تكون عامة شاملة مثلا لكل الناس الذين يشتغلون في قطاع معين، ثم تكون تصاعدية يعني تطبق على مجالات دخل معينة. في هذا الباب الاختلاف سيكون هل ستكون الضريبة على الأرباح أم الضريبة على الدخل مثل الأجر. هنا قد يكون بعض الاختلاف، لكن في تقديري أنه سيتجهون أكثر لفرض الضريبة على الدخل. والضريبة على الدخل هذه التي على هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بتسويق منتجات في شبكات التواصل الاجتماعي ومقابلها يحصلون على دخل. فمثلا إذا كان لديك شخص لديه قناة على اليوتيوب ويقوم بنشاط مثلا يضع أغاني أو إلى غير ذلك، لكن لا يحصل على دخل لأن هناك من لا يطلبون دخل، فهذا لن يدفع ضرائب بناء على عدد المشاهدات. الذين سيدفعون هو من ستدفع لهم شركة يوتيوب. هذا ما فهمته شخصيا لحد الآن، لأن لحد الآن ليست هناك تفاصيل على المشروع. لكن هذا ليس خاص بالمغرب، فهذا نقاش عالمي، لأن الشركات لأن الدول الحكومات خصوصا الأوروبية تضغط على الشركات الأمريكية الكبرى، فيسبوك، تويتر، يوتيوب، أمازون، شركات الجافا، التي تحصل ملايير الدولارات من وراء نشاطها. لكن هذه الحكومات لا تستفيد. والأكثر من ذلك مثلا فيما يخص الإعلان عن المنتجات، كان يتم بالطرق التقليدية عن طريق شاشات التلفاز، الإذاعات إلى غير ذلك. كانت اللعبة متحكم فيها بالنسبة إلى الدولة وبالنسبة إلى الحكومة، تحصل على جزء من الأرباح عبارة عن ضرائب للشركات التي تقوم بهذا. الآن جزء من هذا النشاط تحول إلى الفضاء الإلكتروني، أصبح يقام به على الفضاء الإلكتروني، بالتالي فالدولة تضيع في جزء من الموارد. أعتقد أنه بالمستقبل سيكون هناك محاولة لفرض ضرائب على هذا النشاط لكي يعوض فرض ضرائب. ما هي آليات الباب؟ وفي نفس الوقت ما هي آليات فرض هذه الضرائب أو أقرت علما أنه في ثغرات كثيرة تسمح بالتهرب من الضرائب أو من المساءلة؟ يعني هل هذه الآليات واضحة أم إنها قيد الدرس والبحث؟ صحيح النظام فيه ثغرات، لكن لما يتعلق الأمر بالضريبة الدولة لا تعوزها الوسائل. الدولة بإمكانها مراقبة الحسابات البنكية، مراقبة التحويلات المالية من الخارج، مراقبة مشتريات بعض الأشخاص، خصوصا نحن نتحدث عن الأشخاص الذين يكون لديهم موارد مالية يعني تتضاعف من سنة إلى أخرى ومن شخص من شهر إلى آخر. نعم، بس البعض يتقاضى بالكاش يعني على بعض في بعض المنتجات ليس عبر التحويلات البنكية. نعم، لا، ولو يكون بالكاش، ولو يكون عبر الكاش، لكن من يحصل على أموال زيادة يتجه للاستثمار في بعض الأمور مثل شراء عقارات، شراء سيارات. وهذه الدولة تراقب المشتريات، لا تراقب فقط المداخيل التي لديك. قد تحصل على كاش، ولكن لما تقوم بشراء عقار وتقوم بشراء سيارة أنت ملزم بتسجيله، أليس كذلك؟ هنا أيضا الدولة حاضرة. بالتالي وإن يعني لما تكون الدولة صارمه عازمة على مراقبة نشاط الأفراد، فهناك الآن أيضا هذه الإمكانيات التكنولوجية عند إدارة الضرائب في القطاع البنكي، في قطاع الأعمال. الدولة لديها كثير من الوسائل لمراقبة تطور دخل الأفراد بصفة عامة. ولما يتعلق الأمر بالضريبة فالدولة لا تعوزها الوسائل. شكلك على علم يعني محكم بهذا الموضوع، لأنه كان في جدل بخصوص هذا الأمر المتعلق بتدقيق حجم الأرباح التي يجنيها المؤثرون، وهذا جدل يعني أوضحته لنا، ربما نعود إليه. ابقى معنا سيد رشيد لو سمحت. نتوجه الآن إلى الزميلة رانيا دريدي، تطلعنا على مزيد من التفاصيل بشأن فرض الضرائب المرتقب على المؤثرين في المغرب وكذلك الدول التي اتخذت خطوات مماثلة. يبحث المغرب إمكانية فرض ضرائب على الشخصيات الأكثر تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، سائرا في هذا على خطى دول غربية وحتى عربية. فالشبكات الاجتماعية غدت تتمتع بقوة كبيرة كادت تفوق وسائل الإعلام التقليدية في تأثيرها على الرأي العام،
ويجني المؤثرون مداخل مرتفعة جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون للضريبة على الدخل ولا يقدمون فواتير للشركات والأفراد الذين يقدمون لهم خدماتهم، كما أنهم لا يصرحون بدخلهم السنوي. مصادر محلية أفادت أن المديرية العامة للضرائب في المغرب بدأت دراسة داخلية لمتابعة الثغرات التي يستغلها المؤثرون للتهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتهرب من المساءلة عن مصدر الأموال التي يتعقبها القانون المغربي عندما يصبح شخص ما ثريا فجأة دون معرفة المصدر. ووفق المصادر نفسها فإن هؤلاء المؤثرين يلجؤون إلى الحصول على أموالهم بطريقة مباشرة عوض وضعها في الحساب البنكي، وهي الطريقة التي تجنبهم المساءلة الضريبية. فرنسا هي الأخرى أعلنت عزمها عام 2019 فرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية بدون انتظار اتفاق محتمل مع الاتحاد الأوروبي. يذكر أن موقع يوتيوب قد أعلن اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، وستباشر الشركات باقتطاع الضرائب الأمريكية على الأرباح المرتبطة بعدد المشاهدات في الولايات المتحدة في خطوة قد يطال أثرها صناع المحتوى القاطنين خارج الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 24%. أعود إلى سيد أرشيد أوراز معنا من الرباط. سيد أرشيد، تحدث قبل قليل عن هذه الأليات التي تمتلكها الدولة لمتابعة ربما حسابات وبيانات المؤثرين وربما الكشف عن يعني حجم مكتسباتهم المادية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. بناء على ذلك، يعني لو كان هذا ساريا في الطريق الصحيح، بناء عليه ما هو حجم الضرائب المتوقع تحصيلها من قبل المديرية العامة للضرائب؟ لا، للأسف الشديد ليست هناك أي أرقام، لأنه نحن الآن لا نعرف كم يتم جنيه من مداخل من وراء مثلا كل هذا النشاط الذي يتم عبره، خصوصا يوتيوب، لأنه هو الذي يدفع أكثر من الآخرين. بالتالي لا يمكن القيام بأي تقييم بالنسبة للباحثين أو الخبراء، لا يمكن أن يقوموا بأي تقييم. لكن الدولة مؤكد أن لديها أرقام تقريبية، لحد الآن لم يتم الإعلان عن أي شيء. نفس الأمر بالنسبة حتى للاقتصادات الأوروبية، فمثلا فرنسا التي نتحدث عنها، ألمانيا، بريطانيا وكل البلدان الأوروبية خصوصا هي التي بدأت هذا النقاش. بالتالي هذا النقاش صراحة هو مستورد بالنسبة إلى المغرب، هو مستورد من فرنسا. بالتالي لأن هذه الشركات تحاول أن تحصل من جزء من الكعكة التي تحصل عليها هذه الشركات الأمريكية الكبيرة. ولكن نحن يجب أن نعرف بأن الأمريكيين أو الشركات الأمريكية هذه بدأت الاستثمار بهذا المجال منذ 20 سنة، 30 أو 40 سنة. أمازون بدأت بشكل مبكر جدا في بناء هذه الشركة الضخمة العملاقة التي تحقق الآن، ولو في سياق يطبعه الأزمة وكثير من القطاعات الاقتصادية متضررة، لكن شركات التكنولوجيا حققت هذه السنة ملايير الدولارات من الأرباح. بالتالي فهذه الاقتصادات تريد أن تحصل على جزء من الكعكة، ولن تحصل عليه إلا من خلال فرض ضرائب. وبالمناسبة هناك خلف الكواليس مفاوضات بين هذه الشركات والحكومات الأوروبية. وهذه الشركات، فمثلا كما جاء في تقريركم، يوتيوب، جوجل، يعني قبلت أن تدفع جزء من مواردها لهذه الحكومات. أكيد أن الأمر كي يكون عادلا سيسري على بقية البلدان بكل العالم، لكن 25% هذه نسبة الضرائب في الولايات المتحدة، وفي المغرب قد تصل إلى 35-38%. ليس من المعقول جوجل مثلا أن تحصل ضرائب في سيليكون فالي وتقدمها للحكومة المغربية. بالتالي فسيكون هناك نوع من التفاوض. نحن سنعلن لكم عن كمية الأرباح، عن اللائحة التي لدينا، وأنتم ستحصلون منهم نسب ضرائب. يجب أنتم الحكومة المغربية والحكومة الجزائرية والتونسية والمصرية وإلى غير ذلك أن تذهبوا مباشرة إلى الأشخاص وتقومون بتحصيل الضريبة ليس من المصدر ولكن من الشخص الذي يحصل عليها. أشكرك جزيل الشكر سيد رشيد أوراز، الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، منضما إلينا من الرباط.